وعن الأوضاع الأمنية والسياسية في قضاء سنجار في ظل الاشتباكات المسلحة المستمرة. ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. في قراءة للقتال الدائر في سنجار، كيف يمكن تفسير دعم ميليشيا الحشد لميليشيا حزب العمال الكردستاني؟ يثبت أنه ميليشيا الحشد هي لا تملك مشروع وطني ولا ضمن المشروع الوطني، وهي أداة بيد إيران. نعم. تستخدمها لدعم ميليشيا البيكيكي واليبشة وهذه الميليشيات التابعة لإيران. ولو وهذا يعني حقيقة شيء غريب جدا، أنه يسمح لجماعات غير عراقية أن تمتلك السلاح وتتقاضى رواتب من العراق وتقوم بأعمال إرهابية ضد الدولة العراقية وتحديدا ضد القوات الأمنية وضد المدنيين. هذا الأمر غير مقبول في أي زمن وفي أي دولة ومع أي حكومة إلا في العراق. نعم. إلى أي مدى ترى أن طبيعة الصراع في سنجار له أبعاد إقليمية وليست فقط محلية؟ بالتأكيد لديه أبعاد إقليمية، خاصة إيران تريد أن تسيطر على المنطقة. قضاء سنجار من الأقضية المهمة في محافظة نينوى، قريب من سوريا وقريب من تركيا، ولإيران يعني يعتبر قضاء سنجار أهمية استراتيجية لإيصال السلاح إلى جماعات التي تدعمها إيران، وكذلك لإعاقة أي علاقة ودية أو علاقة مصالح تربط العراق مع تركيا من خلال إثارة المشاكل وقطع الطرق التجارية البرية التي تربط العراق مع تركيا. باستطاعة هذه الميليشيات إذا ما سيطرت على المنطقة أن تعيق أي عمل تجاري ما بين العراق وتركيا ضمن هذا الخط الذي يدخل من إبراهيم الخليل إلى الموصل وإلى أقليم كردستان. فإيران تهتم بهذا القضاء وتعتبره قضاء مهم، يعني أهمية استراتيجية لها للسيطرة على هذه المنطقة. في سياق آخر، المواجهات المستمرة منذ أيام أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأدت كذلك إلى موجة نزوح. كيف تقرأ تطورات المشهد على الصعيدين الميداني والإنساني ومعاناة الناس في قضاء سنجار؟ سبب تأخر الدولة العراقية في اتخاذ قرار لمواجهة هذه الجماعات وهذه الميليشيات، تأخر الدولة مما جعل لها أن تكون لهذه الجماعات شوكة وشيء من الحاضنة. كان يفترض يكون قرار مبكر للقضاء على هذه الجماعة التي تريد من سنجار أن تكون منقر ثاني لها. نعم. كما هو في قنديل، جبال قنديل. فسبب هذا التهجير والنزوح والضحايا التي يعني ذهبت هو التأخير في قرار الحسم العسكري الذي كان يفترض على الحكومة العراقية أن تتخذه من بدايات 2014. نعم. يعني مطالبات متكررة بخروج ميليشيا حزب العمال الكردستاني من سنجار لتخفيف معاناة الأهالي، هل ممكن أن تستجيب الحكومة في ظل دعم الميليشيا الحشد لحزب العمال أن تستجيب لانسحاب حزب العمال من سنجار؟ يا سيدي، هذه قضية أمن قومي، لا يسأل عنها تستجيب أم لا تستجيب. إذا لم تستجيب عليها أن تستفيد، لابد من تطهير العراق من هذه الجماعات الإرهابية. نحن نتكلم عن أمن قومي، لا نتكلم عن قضية سياسية وقضية اقتصادية وقضية جزئية بسيطة لا تمس الدولة العراقية. نتكلم عن قضية أمن قومي، جماعات من خارج العراق تقوم بأعمال ضد الدولة العراقية وقوات الأمنية، وبنفس الوقت تسيء للعلاقة ما بين العراق ودول الجوار، تستخدمها قوة ثانية خارجية هي إيران. فإذا القضية كبيرة جدا، فلا بد من الاستجابة. السيد حسين السبعاوي، كنت معنا من إسطنبول الباحث والكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.